وسيم عنده مشكلة إنه عم يغني أغنية عراقية بس غنيها جيدة جدا ممتازة كمان، بس عم يغني أغنية عراقية وهو من المغرب العربي من تونس، بقى كانت شوي التركيبة صعبة عليه، إنما غنيها حلو، أخذها شوي باتجاه الراي المغربي أو إنه بدي الراي الجزائري أو هذا الألوان اللي هي العرب تبعهم بالمغرب العربي، بقى كانت حلوة كتير، عطى طعم جديد للغنية. مروان عنده حنجرة كتير سريعة وعنده بحة دبحة إذا بدك أو جرحة هيك بصوته حلو كتير، فاتنيتهم غنوا حلو بصراحة، يعني أنا تفاجأت حرقت لي قلبي مع مروان، غنيها كتير حلو مع أنه منزلين إحنا شوي يعني طبقتها، ومع كمان مع نسيم نفس الشيء، بس أصوات حلوة وشباب مثل الذهب، يعني أنا بدي أدعي لهم بالتوفيق وإن شاء الله يكون مشوارهم مزروع بالورد يا رب. في أكثر من في الدين الموسيقية، الدين اللي بتعرف تختار أغنية كتير مهمة، كتير مهم يكون القرار عنده، القرار النهائي بالأغنية هو يحسها، ما يخلي حدا يصادر له قراره أو إحساسه بالأغنية اللي عم يختارها. أكيد كبر الرأس وكبر الخس هذا كله بيأذي بمحل معين. السوشيال ميديا هلأ كمان سبب ثالث لإضافة للنجومية وللشهرة بالوطن العربي، بقى في كتير أمور يعني اتكلوا دايما على ربه، يضل نظيف من جميع النواحي، والله بيوفقهم والتوفيق من عند الله. بالنهاية في كتير ناس عندها كل شيء بس ما في حظ، بتلاقي صوته بتلاقي شكله حلو بتلاقي كل شيء فيه، بس بتلاقي ما خلص في شيء له علاقة انه ما مش عم تزبط، يعني بقى انا بدعي لهم انه تزبط معهم ان شاء الله. ستار اكاديمي خلي نجمك يلمع ملحم زين.